رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو يستقبل وفدا تركيا بقيادة السفير الدكتور حسن يافوس المبعوث الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وزارة الإنتاج والمعدات تنظم ورشة تحضيرية لبدء الخطة الوطنية للاستثمار في القطاع الريفي. ومنتخبنا الوطني الساوي لكرة السلة يخوض 3 مباراة يخسر 2 منها ويفوز بواحدة. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الشادية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. استقبل رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو وفدا تركيا بقيادة السفير الدكتور حسن يافوس المبعوث الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتناول المسؤول التركي مع رئيس الجمهورية العديد من الملفات في مقدمتها مكافحة الإرهاب. عثمان عبد الغني إدريس. تشاد وتركيا تربطهما علاقات وطيدة ومتميزة في مختلف المجالات التعليمية والتجارية والصناعية ومجال البنية التحتية، لا سيما في محاربة الإرهاب والجرائم المنظمة والهجرة غير الشرعية. في ذات الإطار التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو بالسفير الدكتور حسن يافوس المبعوث الخاص للرئيس التركي، يحمل رسالة شفهية من الرئيس رجب طيب أردوغان إلى نظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو، مفادها سبل تقوية العلاقات بين البلدين خاصة التعاون في مجال محاربة الإرهاب. وشملت الرسالة أيضا التعاون والتواصل الدائم بين الزعيمين. خلال هذه المقابلة أشار فخامة رئيس الجمهورية إلى تقدم العلاقات بين تركيا وتشاد في الآونة الأخيرة، وذلك ينصب في مصلحة شعبي البلدين، ووصف هذه العلاقات بالناجحة والمتميزة. السفير حسن يافوس صرح للصحافة عقب خروجه من المقابلة بأنه مسرور جدا من هذا اللقاء واعتبره بالمفيد، وقال اللقاء ركز حول تعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب لأن تشاد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، لذا جئنا لنستمع إلى وصايا وإرشادات فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو وحكومته في مجال محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة الإرهابية والإجرامية وكذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، علما بأن السفير الدكتور حسن يافوس المبعوث الخاص للرئيس التركي هو نائب رئيس المؤسسة التركية ماريف